مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. وصلنا الى المحاضرة 13 من سلسلة دروس تعلم اقصل 2013، اللي عنوان المحاضرة مالتنا اليوم insert comment، اللي هي كيفية ادخال او ادراج التعليقات ضمن برنامج الاقصل ليتسنى للمشاركين في ادارة البيانات في برنامج باستخدام برنامج الإكسل من التعرف على البيانات اللي ما بها أي تعليقات أو كومنتات. ممكن إنه إدراج هذا التعليق وإخفائه في بشكل ذاتي ليتسنى لهم التعرف على البيانات وكمية البيانات وما هي البيانات اللي ممكن إنه يحتاجوها في إدارة بيانات قاعدة بيانات الموظفين والطلاب على حد سواء. عندنا في إدراج التعليق يكون في طريقين. الطريق الأول يكون إن الذهاب إلى الكومنتس تاب، الريفيو تاب اللي هي تشمل الكومنت، كيفية إدراج الكومنت في الخلية، نختار الخلية وثم بعد ما نختار الخلية نقول له new comment وتطلع لنا هذا البوكس الأصفر اللي ممكن إضافة التعليق فيه، اللي يظهر فيه اسم مستخدم الحاسبة. نمسح هذا الاسم وندخل التعليق اللي ممكن انه يضيف فرد معلومة الى مستخدم قاعدة البيانات. اما في الحالة الثانية ممكن انه نختار الخلية وكليك يمين. أما في الحالة الثانية ممكن أنه نختار الخلية وثم ننشطها وكليك يمين وإدخال الكومنت insert comment، ندخل التعليق. هاي في حالة إدخال التعليق. وممكن أنه بعد ما دخلنا التعليق يظهر عندنا التعليقات في صفحة البرنامج اللي هي راح تكون عندنا ظاهرة التعليقات بعد فتح البرنامج، اللي تكون تعليقات موجودة على البيانات. وبعد هاي الحالة راح نكون ممكن انه تختفي التعليقات، نروح الى الريفيو تاب وثم شو اول كومنت، تظهر عندنا دائما التعليقات. ممكن انه نحدث على هاي التعليقات، نسوي لها edit او delete من طريق نختار الخلية وثم نروح على الريفيو وثم delete comment او edit comment، و ممكن كليك يمين على التعليق إدت كومنت وثم تحديث أو تحذير البيانات، بيانات التعليق اللي موجودة اللي خزناها على إحدى الخلايا. وممكن في أنه نرجع التعليق السابق اللي بعد ما مسحناه، أو نقدم إلى التعليق آخر اللي ممكن أضفناه في وقت آخر. هاي كل ما يتعلق في عملية إدراج التعليقات. وممكن أن نكبر البوكس ونصغر البوكس حسب ما إحنا نحتاجه في عملية إدارة قاعدة البيانات باستخدام برنامج إكسل 2013. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.